مرحبا يا أصدقائي، بما أنه مهمتي السفر والتعرف على الحضارات والثقافات، فاليوم قررت أني سافر ولكن عبر الزمن. تعالوا نتعرف سوا على واحدة من أغرب القصص اللي صارت بالقرن العشرين. He, Rudolf Hess, will take one of these planes, fly to Britain, talk with the king, and save Germany. Save Hitler. رودولف هيس، العقل النازي، صاحب فضل شخصي على هتلر بتأليف كتاب كفاحي إيده اليمين ونائبه الأول. عام 1941 كانت نقطة تحول حياة رودولف هيس للأبد. بهي السنة قرر يسافر لاسكتلندا حتى يتفاوض على السلام مع بريطانيا، ولكن من دون علم أدولف هتلر. الخطة ما مشيت أبدا مثل ما كان مخطط له، وبلشت قصة دمار حياة رودولف هيس. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تمت إدانته من قبل محكمة نورنبورغ، وحكم عليه بالسجن المؤبد مع الحراسة المشددة. الشيء العجيب أنه خلال 20 سنة رح يكون السجين الوحيد بقلعة أو سجن مخصص لأكثر من 600 شخص، مع كاهن وعشرات العمال والحراس لمراقبة أخطر رجل بالعالم. إذا لسه مو مشترك بالقناة، بمعيتك وحدة اشتراك ووحدة لايك، وتعال لنسافر سوا. رودولف هيس، le plus vieux prisonnier de guerre du monde, le mieux gardé, le plus coûteux aussi. Il y a 27 ans qu'il est enfermé dans la forteresse de Spandau. Auparavant, il avait passé 5 ans dans les prisons britanniques. 33 ans d'emprisonnement au total, la moitié d'une vie d'homme derrière les barres. 26/4/1974، سجن شبانداو، برلين الغربية. بظهر منحني وش عابس، رجل مسن عم يتجول ببطء بحديقة مسجنه. كل يوم الصبح بيتبع نفس الروتين بالضبط. عالساعة 6:45 دقيقة بفيق، عالساعة 7:45 دقيقة بياخد فطوره وبعدها بيطلع يتمشى. بدور حول المبنى 28 مرة بالضبط، لا أكتر ولا أقل. بيوقف لفترة قصيرة بغرفة القراءة. عالساعة 11:45 بيتغدى وبيرجع لجوا. عالساعة 5 بيتعشى، والساعة 10 المساء بينام. وعلى الرغم من انه عمره بهالوقت صار 80 سنة، لكن مستحيل الافراج عنه. تعالوا احكي لكم اغرب قصة صارت بالقرن العشرين. الاسم رودولف هيس، اشهر شخصيات الرايخ الثالث، المساعد الشخصي لهتلر وصاحب اكثر الافكار النازية تطرفا. هيس شارك بالحرب العالمية الاولى كجندي مشاة، حصل على وسام الصليب الحديدي من الدرجة الثانية، وتم تدريبه على الطيران الحربي مع نهاية الحرب، لكن لاحقا تم تسريحه من الجيش بعد خسارت المانيا للحرب. قبل 51 سنة وتحديدا بعام 1923، أدولف هتلر ورودولف هيس كانوا سجناء بسجن لاندسبرغ بعد محاولة انقلاب فاشلة. هيس كان مسحور بجاذبية الفغرار، خطاباته وأفكاره اللي بيشاركوا فيها. استغل فرصة تواجده مع هتلر وساعده بتأليف كتاب كفاحي يلي حيصير دستور النازيين بأفكار وإيديولوجيات متطرفة جدا وما كانت موجودة من قبل. رودولف هيس هو صاحب فكرة توسع العرق الآري يلي عن طريقه بلش أدولف هتلر يروج للحزب النازي، ويبرر فيما بعد بداية استعماره لشرق أوروبا ومجازر الرايخ الثالث بحق باقي العروق والجنسيات وخاصة اليهود منهم. مع نهاية عام 1924 وبعد مضي 9 شهور على سجنهم، تم إطلاق سراح الأصدقاء وبدأ مشوار رودولف هيس مع نجمه المفضل أدولف هتلر. عينه هتلر سكرتيره الخاص وارتقى بالمناصب حتى صار النائب المباشر للفهرر. بعام 1935 شارك هيس بشكل مباشر بسن أكثر قوانين العالم تطرف وعنصرية، واللي جردت اليهود من أي حقوق. الفهرر وثق فيه لأبعد الحدود، لدرجة أنه كان الشخص الوحيد بكل ألمانيا اللي فينه يوقع وثائق بدل الفهرر. بس بالحقيقة منصبه كان منصب شكلي وما كان صاحب قوة فعلية، لأنه ما كان له أي سيطرة على أي من الأجهزة الأمنية أو العسكرية اللي بتشكل بالحقيقة مراكز القوة بالدول النازية. عام 1939 ومع بداية الحرب العالمية الثانية، رودولف هيس شوي شوي بلش يفقد السلطة بسبب حاجة الفهرر لرجال حربيين مثل جورين، جوبليز وهملر. وهون بلشت الاضطرابات النفسية تنخر بعظام هيس. نجمه المفضل بدأ يبعد عنه، وهالشي خلاه يفكر يساوي أي شيء حتى يرجع مكانته عند الفهرر. 10/5/1941، مطار هانشتيتن، بافاريا. بخطة سرية وبدون موافقة أو علم الفهرر، رودولف هيس قرر القيام بأغرب رحلة بتاريخ الحرب العالمية الثانية. ركب طيارة نازية، شغل المحرك، جهز الباراشوت على ظهره واختفى بالسماء. قطع ألمانيا، وصل لبريطانيا ونفذ بأعجوبة من مضادات الطيران البريطاني.
وصل بالنهاية لاسكتلندا وجهته الأخيرة. بهالوقت طيارته نفد منا الوقود، وهون كان خياره الوحيد إنه يقفز بالباراشوت ويترك الطيارة تدمر. هيس قرر يسافر لاسكتلندا لمقابلة دوك هاملتون، شخصية اعتبارية اسكتلندية معارض للحرب مع الألمان النازيين، حتى يكون وسيط سلام بين النازيين وبريطانيا، عدو الرايخ الأقوى. على حسب قناعة هيس، هالشي حيخلي ألمانيا النازية تركز على الشرق وتبدأ غزو الاتحاد السوفيتي، والمكسب الأهم إنه بيرجع مكانته عند الفهرر بهالانتصار الدبلوماسي. وهون منلاحظ الخلل النفسي الواضح على شخصية هيس، على الرغم من عيشه لسنوات طويلة بالقرب من هتلر، نسي إنه الفهرر مستحيل يتسامح مع أي تصرف فردي بدون موافقته الشخصية. أما الأسوأ، تمشي الرياح بما لا تشتهي السفن. بعد عدة أيام من محاولة رودولف هيس لمقابلة الدوق، نجح بالنهاية، بس الأخير ما كان متحمس أبداً للفكرة مثل ما اعتقد هيس، وتم إرساله للسجن مباشرة. الخبر وصل لألمانيا ونزل مثل الصاعقة على الفهرر. صديقه القديم وإيده اليمين السابق قرر يناقش السلام مع الأعداء بدون علمه، ويظهره بموقف ضعف بأوج الصراع. مباشرة تم تجريد هيس من كل ألقابه، وبدأ وزير البروباغاندا النازي جوزيف غوبلز بتجميل الحدث واتهام هيس بالجنون للمحافظة على معنويات الجيش النازي. أما هيس بعد 6 أيام من الإحباط وخيبة الأمل، خلاه الشي حاول ينتحر عن طريق القفز من على حافة الدرج، ولكن حتى هاي المحاولة باءت بالفشل. الإنجليز حاولوا يستغلوا وجود شخص مثل رودولف هيس بين إيديهم ليعرفوا أكثر عن خطط الفهرر وطريقة تفكيره عن طريق استجواب هيس، لكن بهالوقت وبسبب فشل خطته الهزيان بلش يسيطر عليه، وتم تشخيصه من قبل لجنة من الأطباء بانفصام الشخصية. وبعد سنة من سجنه تم نقل هيس لمصح عسكري، وبهالمكان رح يضل معتقل حتى نهاية الحرب. عشرين 11 1945، محكمة نورنبرغ، ألمانيا. أشهر قادة الرايخ الثالث مثل هيرمان غورينغ، مؤسس الجهاز السري النازي المعروف باسم الجستابو، والأميرال كارل دونيتس اللي خلف هتلر بعد انتحاره، جاري استجوابهم من قبل محكمة دولية، ومن بين هالشخصيات رودولف هيس اللي عم ينتظر الحكم. سلوك رودولف هيس بالمحكمة صدم القضاة والعالم. بالبداية تظاهر هيس بفقدانه للذاكرة وأنه مو متذكر شيء، وفجأة اعترف بكل شيء حتى بالتفاصيل المملة. أما الأكثر غرابة إنه كان يأكد خلال كل فترة محكمته ولاءه للفهرر وعدم ندمه عن أي من أفعاله. Ich bin glücklich zu wissen, dass ich meine Pflicht getan habe meinem Volk gegenüber, meine Pflicht als Deutscher, als Nationalsozialist, als treuer Gefolgsmann meines Führers. Ich bereue nicht. تمت إدانة هيس بجرائم ضد السلام والمؤامرة مع زعماء نازيين، لكن ما تمت إدانته بجرائم ضد الإنسانية، لهيك ما تم إعدامه وحكم عليه بالسجن المؤبد. سبعة 1947، سجن شباندو، برلين الغربية. السجن تم بناؤه على نمط قلاع العصور الوسطى، واختير من قبل الحلفاء الأربعة الفائزين بالحرب لسجن المدانين بمحكمة نورنبرغ، بجانب 6 شخصيات نازية رفيعة مثل ألبرت شبير وزير التسليح النازي، أو الأميرال كارل دونيتس خليفة هتلر. هيس بدأ فترة حبسه الطويلة بسجن شبانداو. كأسلوب للإذلال تم إلغاء أسماء الزعماء النازيين وتبديلها بأرقام، كل رقم بيرمز لرقم الزنزانة اللي ساكنها. أما هيس صار اسمه السجين رقم 7. مع مرور السنوات تم إطلاق سراح 6 من السجناء، إما لانتهاء فترة الحكم أو بسبب الحالة الصحية. أما عام 1966 السجين رقم 7 صار وحيد بالقلعة، وبهالمكان رح يضل لسه 20 سنة. بعد تجاوز 80 سنة من العمر، بسبعينيات القرن الماضي تم تسهيل إجراءات احتجاز هيس. من اليوم ورايح صار فينو يتمشى بشكل حر بالقلعة، يقرأ الجريدة، يتفرج على التلفزيون، وكل شهر كان له الحق يكتب رسالة ويستقبل رسالة، لكن كان ممنوع منعاً باتاً يصله أي مقال أو أي موضوع بيتعلق بالنازيين. $700,000 تكلفة السنوية لاحتجاز السجين رقم 7، حتى صنف السجين الأكثر تكلفة بالعالم. بنهاية السبعينيات وافق الأمريكيين، البريطانيين والفرنسيين على إطلاق سراح العجوز النازي، لكن السوفييت عارضوا بشكل قاطع على الرغم من مرور عشرات السنوات على نهاية الحرب. السجين رقم 7 رح يبقى مدى الحياة بسجنه.
17/8/1987 سجن شبانداو برلين الغربية. وبعد مرور 40 سنة على حبسه وبعمر 93 سنة حقق السجين رقم 7 أول نجاح له كعادته اليومية. وخلال التمشاية الصباحية توقف بغرفة القراءة، لكن هالمرة طول كتير داخل الغرفة. حالة من الذعر أصابت الحرس، تم قرع جرس الإنذار واستنفر الجميع. توجه مجموعة من الحرس المسلحين لغرفة القراءة وكانت المفاجأة، السجين رقم 7 جثة هامدة معلقة بكبل المصباح الكهربائي. وأخيرا نجحت خطة هيس لكن بالانتحار. Mesdames et messieurs, bonsoir. Rudolf Hess, l'ancien dauphin de Hitler, est mort ce soir. Il était âgé de 93 ans. Il avait été transporté dans l'après-midi à l'hôpital militaire britannique de Berlin-Ouest dans un état très grave. Nous voyons ici Rudolf Hess dans sa prison de Spandau et nous allons voir maintenant cette ambulance qui le transporte donc à l'hôpital militaire de Berlin-Ouest. C'était en fin d'après-midi. بعد فترة من موت آخر سجين نازي فيه، تم هدم سجن شبانداو من قبل المملكة المتحدة لتفادي تحوله لرمز نازي ببرلين، وتم تحويله لمركز تجاري. أما هيس فتم دفنه بمدينة فون زيدل بإقليم بافاريا، لكن بعام 2011 وبعد حصول تجمعات لتمجيد قبره من قبل النازيين الجدد، محافظة المدينة وبموافقة عائلته قررت تدمير القبر وتم حرق رفاته ونثره بالبحر. كثير من الروايات انحكت عن هيس وسبب سفره لاسكتلندا وإذا كان بالفعل هتلر على علم بالخطة تبعه ولا لا، ولكن أغلب المؤرخين بيأكدوا أنه هتلر لما دري بالأمر وبالفعل تبع هيس انصعق تماما. ووحدة كمان من الروايات المشهورة بتقول أنه السجين رقم 7 هو مانو نفسه هيس، ولكن هاي الرواية تم نفيها لاحقا عن طريق إجراء اختبار الحمض النووي وطلع فعلا السجين رقم 7 هو نفسه رودولف هيس. اليوم بالنسبة إلي كانت أول تجربة بالسفر عبر الزمن. إذا عجبكم الموضوع أو عندكم أي اقتراحات أو نقد وحابين استمر بهذا الأمر، ياريت تكتبولي وتخبروني تحت بالتعليقات، وهيك قناتنا بتكبر سوا. وكالعادة بإذن الله وبدعمكم بستمر، ومن هون للقاء الجاي بأمان الله.